16 عام، لاعبة تنس مصنفة لولا كاتيجوري قل من 16 عام في المغرب. كانت ماما باغا تدخلني نلعب اي سبور باش ندوز الوقت، ودخلتني التنس دونك عجبني الحال وبقيت كنكمل فيه. ملي عندي 12 عام وانا كنقرا سبور ايتود، هذا لو بروغرام عاوني في الدراسه ديالي وفي الرياضة، حيتاش في التنس خاصة نترينيو بزاف. التنس كتبقى رياضة صعيبة شوية فيزيكمون ولا مونتالمون فينانسيارمون أوسي، دونك لو مانك دو سبونسور حتى هو كيخليك تزيد بزاف، خاصة كنسافرو بزاف كنلعبوا بزاف ديال لي تورنوا انترناسيونو، اذا كيخصنا بلوس دو مويان. الحلم ديالي في رياضه التنس انني نكون لا ميور ونلعب شي نهار رولان غاروس ان شاء الله، سي مون ريف. كنبغي نشكر ماما وبابا ديما كيشجعوني مالغري الصعوبات ديال التنس. كنوعدك ماما وبابا انني نشفد مومي باش نوصل لمومي تنس.